بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب السادس العلمي، أهلا وسهلا بكم في سلسلة محاضرات الكيمياء للسادس العلمي. اليوم المحاضرة الثامنة وراح نكمل بها لمحاضرات الفصل الأول. محاضرتنا اليوم هي تخص موضوع مهم وجميل جدا اللي هو حرارة التفاعل. أعيد لك شوية بالموضوع السابق اللي أخذناه. شنو هو؟ احنا أخذنا الحرارة هي كيو. الحرارة شنية؟ هي كيو أكيد. وأكدت أنه كمية الحرارة مقدار الحرارة هي الطاقة أو كيو. تمام؟ لو مو تمام تمام زين. احنا عندنا قياس كمية الحرارة، قياس كمية الحرارة تصير عندي بجزئين بالنسبة للتفاعلات الكيميائية، يعني بنوعين. النوع الأول طلابنا الأعزاء يكون بثبوت الضغط، والنوع الثاني بثبوت الحجم. الأول بثبوت الضغط والثاني بثبوت الحجم. المسائل أو حساب دلتا اتش أو حساب الحرارة أو حساب الإنثالبي يكون بثبوت الضغط. أستاذ ليش بثبوت الضغط؟ ليش مو بثبوت الحجم؟ أنا أقول لك ليش. حساب كمية الحرارة للكيوب بثبوت الضغط أسهل بهواي، أسهل بهواي، ولا هي هم ممكن أقدر أقيسها بالحجم، لكن بالحجم أصعب. أنا أسألك سؤال، أقول لك يا أبا مثلا هنا أنا من سما العراق، أريدك تروح لي مثلا للمدينة القديمة، عندك هواي طرق، تريد تروح مشي، تريد تروح بالسيارة، تمام لو لا يا هل أسهل لك سعد بالسيارة؟ إذن جماعة السيارة اللي هي نقول ثبوت الضغط. فإذن حساب حرارة التفاعل اللي هو التغير في الإنثالبي، التغير في الإنثالبي راح تجعليها الصبورة. بابا التغير في الإنثالبي هو دلتا اتش، هو دلتا اتش، هو حساب كمية الحرارة. شوف شوف دلتا اتش شنو يعني؟ أنا أريد أحسب كمية الحرارة بس شرط أساسي بثبوت الضغط. سأل ليش مو بثبوت الحجم؟ لأن حساب الحرارة بثبوت الضغط أسهل، أسهل بهواي. هاي هو بالكتاب يقول لك مو أنا. زين يعني هاي يساوي كيو بثبوت شنو؟ بثبوت الضغط. تمام؟ كيو بثبوت البرجر الضغط. قوش هاي أعطيك فد معلومة بسيطة وإحنا حكينا بيها بالمحاضرات السابقة. الحرارة، 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 شو بيها الحرارة بابا؟ الحرارة عندي شكلين، شكلين، يا أما تفاعلات ماصة نحكي بيها، تفاعل ماص هذا موجب ماص للحرارة، أو تفاعلات باعثة، باعث للحرارة. ماص موجب، موجب، ماص موجب حرف الميم، ماص موجب، باعث سالب، باعث سالب، باعث سالب. خوش هسه حددنا هذا موجب ماص، هذا سالب باعث. استاذ يعني شنو باعث وشنو ماص؟ حبيبي بابا اكو تفاعلات تحتاج حرارة، يعني مثلا مثلا اجيب لك قطعة ثلج هسه هنا أنا بالاستوديو، اجي اقول زين العابدين، زين العابدين جيب لي قطعة ثلج، جاب لي قطعة ثلج زين العابدين، جاي اصورني هسه، جيب لي خليط قطعة الثلج. هاي إذا عوف هسه الاستوديو وأطلع ورا فد ربع ساعة ساعة، هذا الثلج يموع لو ما يموع؟ أكيد الساد يموع. ليش؟ لأنه امتص حرارة، لأنه شنو؟ امتص حرارة، يعني الثلج يتحول. هاي هنا أنا ثلج، شو بابا؟ ثلج شلون أحوله؟ شلون أحول الثلج إلى ماء؟ راح يمتص حرارة، يعني أجيب له نار، هاي هنا نار، بالتالي يتحول من H2O بحالة صلبة إلى H2O بحالة شنو؟ سائلة. هذا امتص يعني أقول له زائد طاقة، زائد شنو؟ طاقة. إذا النوع الأول من التفاعلات اللي هي الخاصة بالإنثالبي نقول تفاعلات ما وصل الحرارة. شنو يعني ما وصل الحرارة؟ يعني هذا التفاعل ما يصير إذا ما يمتص حرارة. بعد أعطيتكم مثال حلو ذاك اليوم بالدرس، قلت لكم فرن الصمون، صمون شلون يشتغل؟ غير أكو فرن وحرارة؟ طبعا أستاذ أكو فرن وأكو حرارة. الصمونة هاي
اذا ما شغلت لها الفرن وما اعطيتها حراره تصير؟ لا ما تصير. اذا هاي الصمونه تمتص الحراره وبعدين تنفخ وبعدين احنا ناكلها. يعني اذا ماكو حراره ابد شنو؟ ما يصير. عندي صمون خوش حكي. هذا طبعا الـ 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 الامثله بعض الامثله تكون احنا نقول عليها مو علميه لكن قريبه للواقع حتى تكون الى قريبه ولادي. حتى ما حد يعترض علي ايش موضوع. هذا عندي هنا اعيد لك اياه ثلج، هذا ثلج شوف بحاله صلبه، اس معناها بالانجليزي صلد يعني صلب، ثلج هذا ثلج، ثلج ثلج هاي ثلج خوش. اجيب له طاقه يعني نار حراره اي شيء. راسا يتحول الى حاله سائله اللي هو مي. اذا هذا النوع الاول اللي هو ماس. هذا النوع الاول اللي هو التفاعلات الماس الحراره. تمام. خل نجي على التفاعلات اللي هي باعثه للحراره. تفاعلات اللي هي باعثه للحراره. هذا تفاعل باعث للحراره. هذا هم المسحه كتبه من جديد. موجب. هذا هنا انا عندي موجب قلنا ماس للحراره. مثاله ذوبان الثلج. ذوبان شنو؟ ذوبان الثلج. خوش تعالي هسه للباعث كوما باعث الحراره. نجي للتفاعلات الباعث الحراره. هسه الماس عرفناه، الثلج من يذوب يحتاج لحراره يعني يمتص الحراره. شوف يمتص الحراره، يمتص الحراره. خوش بعد استاذ اذا باعث حبيبي باعث يعني يحرر لي حراره. شوفوا اولادي مختصر مفيد، مختصر مفيد لك هاي. يعني جميع انواع التفاعلات اللي يكون مصدرها حراري او احتراق فهي اكيد تكون شنو؟ باعثه للحراره، باعث للحراره او باعثه للحراره. اشارتها شنو تكون؟ سالبه، سالب. ولهذه احتراق الاوراق، احتراق الخشب، احتراق الوقود السائل، بنزين، نفط، اي ماده تحترق اكيد هي تكون شنو؟ تفاعلات باعثه للحراره، تفاعلات شنو؟ باعثه للحراره. نرجع لتعريفنا، التعريف اللي هو الخاص ب حرارة التفاعل، التغير في الانثالبي، الانثالبي كلمة كلمة نجي نحكي عليها. الانثالبي اللي هي دلتا اتش اللي هي الحرارة، احنا نقول التغير في الانثالبي، دالة حالة ثرموداينميكية. دايناميك احنا حكينا عليها هنا شنو؟ دالة حالة، دالة حالة ثرموداينميكية. واحدة واحدة، سأل شنو يعني دالة؟ حبيبي دالة يعني هاي المادة تدل على، تدل على، على شنو؟ خلينا نجي عليها. احنا راح نشرح الموضوع في أسفل الصفحة، هذا هنا موضوعها، لكن هسه راح تبلش لك بيها. الانثالبي هو دالة حالة، شنو يعني أستاذ دالة حالة؟ دالة حالة يعني الانثالبي يعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية لمن؟ للتفاعل. يعني شنو دالة حالة؟ نجي عليها بالتفصيل نشرحها. شوف حبيبي. دالة الحالة مثلا لو كان عندي هذا خلينا نرسمه وسراويك شنو نقصد بيها. تمام. يعني انا عندي هنا لو يكون بهالشكل، هذا عندي تفاعل بهالشكل، اي في التفاعل ناخذ في موضوع معين. لو احد الاشخاص كان وزنه جدا عالي، خليه يكون مثلا 150 كيلو. 150 كيلو هواية. زين 150 كيلو ويريد يمارس حياته بشكل طبيعي. دخل من ضمن مؤسسة قالوا له يابا أنت ما نقدر نعينك بهاي المؤسسة إلا يكون وزنك 90 كيلو. فأنت شوف لك شارة ما لنا علاقة بيك. كان وزنه بالبداية 150 كيلو غرام. هذا الشخص
زين. هذا الشخص شنو وزنه 150 كيلوغرام، وقالوا له يابا هاي المؤسسة احنا ما نعينك اذا مو وزنك يكون 90. ايش راح يسوي هذا؟ راح يشتغل بالجيم، راح يروح يركض بالشارع، يركض بالساحات، يركض بالملاعب غيرها، يقلل من الاكل مالته. حكي بيناتنا هسه جاي يشتغل الشغل الجديد، قص المعده، قص المعده ويتوكل على الله. وكواعد انت ان شاء الله احكيكم بها بالدرس. اجى هنا باو هاي هنا مثلا بهاي بدت خلال 6 شهور، 6 شهور يشتغل وصل الى 90 كيلو غرام. هاي عندي الوزن مالته، هذا الشخص الوزن مالته، الوزن مالته ايش صار؟ صار 90. ايش سوى هو؟ راح دخل جيم وقص معدته، اكل اقل، يركض قام بالساحة، يركض بالشارع، يركض بالاندية، نزل الوزن مالته خلال 6 شهور. أنا ما له علاقة بي، المؤسسة ما لها علاقة بي، يريد من عنده من 150 نزل 90. هاي أسميها الحالة الابتدائية، الحالة الابتدائية. خوش. المؤسسة تريد الحالة النهائية له، يعني الحالة الابتدائية هو 150، الحالة النهائية، الحالة النهائية شقد؟ 90. ما لها علاقة المؤسسة، قص معدته، سوى رجيم، ركض، خلى هذا الموضوع خلال شهرين مثلا نزل وزن 10 كيلوات 20 كيلو، ما لها علاقة. إذن هاي الإنثالبي اللي قلنا عليها دالة حالة، دالة الحالة هي الدالة اللي علاقة لها بمن؟ بالحالة الابتدائية والحالة النهائية المن للنظام، هذا النظام. يعني دون التطرق الى مسار التفاعل، هذا مسار التفاعل ما له علاقه به نهائيا، لها علاقه فقط بالحاله الابتدائيه والحاله النهائيه للنظام. زين. اذا داله الحاله لازم اكو شيء عند حاله ابتدائيه وعند حاله نهائيه، لذلك نقول دلتا اتش، التغير، الحراره قبل بدء التفاعل والحرارة بعد انتهاء التفاعل. إذن هي دالة حالة ثرموداينامكية. الثرموداينامكا أخذنا تعريفه أكيد نعرفه شنو، وهي خاصية شاملة. هاي تكررت عندنا مرة ثانية، ادرخ وياي، دالة حالة ثرموداينامكية وخاصية شاملة، دالة حالة ثرموداينامكية وخاصية شاملة، دالة حالة ثرموداينامكية وخاصية شنو؟ شاملة. خوش. تمثل كمية الحرارة الممتصة، تمثل كمية الحرارة شنو؟ الممتصة أو المتحررة بثبوت من؟ بثبوت الضغط. وهاي شرحتها، قلت لك يا أما تكون الحرارة ممتصة مثل ذوبان الثلج، أو تكون متحررة مثل احتراق الوقود. وبيمن لازم بثبوت الضغط. احنا قلنا عندنا شغلتين بثبوت، يا أما بثبوت الضغط أو ثبوت الحجم. نختار الطريق الأسهل من هو؟ ثبوت الضغط. والرمز مالته شنو هو؟ والرمز مالته اتش. اذا تعريف الانثالبي، شنو تعريف الانثالبي؟ الانثالبي هو دالة حالة ثرموداينامكية بعد وخاصية شاملة تمثل كمية الحرارة الممتصة او المتحررة بثبوت من؟ بثبوت الضغط. ويرمز لها بالرمز اتش، ويرمز لها بالرمز اتش، ويرمز لها بالرمز اتش. نعيدها. الانثالبي دالة حالة ثرموداينامكية وخاصية شاملة تمثل كمية شنو؟ كمية الحرارة الممتصة او المتحررة بثبوت من؟ بثبوت الضغط. ويرمز لها الى شنو؟ بإتش. زين. تعال اذا الملاحظات. لا يمكن قياس القيمة المطلقة للانثالبي ويقاس التغير الحاصل فيها. يعني ما عندي شيء اسمه الانثالبي، التغير بالانثالبي هو من هو؟ دلتا اتش. ويساوي حرارة التفاعل المقاسة، ويساوي حرارة التفاعل المقاسة بثبوت من؟ بثبوت الضغط. وهذا كي بي، يعني كيو بي نقصد به كمية الحرارة بثبوت الضغط، كمية الحرارة بثبوت الضغط، كمية الحرارة بثبوت الضغط.
زين. دلتا اتش تساوي كيو بي، كتبت لك اياها بالصبوره. قيمه دلتا اتش هي التي تحدد اذا كان التفاعل باعث ام ماص، مثل ما شفناها بالصبوره حبيبي. هاي هنا أنا. شوف هاي صبورة السابقة هنا اللي عندي، قلنا يا أما تكون موجبة أو سالبة. شلون السادة يصير باو علي؟ أنا عندي دلتا اتش تساوي اتش للبي ناقص شنو؟ اتش للآر، التغير في درجة الحرارة يساوي حرارة المواد الناتجة ناقص حرارة المواد المتفاعلة. حرارة المواد الناتجة P product يعني نواتج، H R R reactant يعني متفاعلات، حرارة النواتج ناقص حرارة المتفاعلات. يقول إذا كانت قيمة دلتا H موجبة فشنو؟ التفاعل هو ماص للحرارة، وإذا كانت دلتا اتش قيمتها سالبة فالتفاعل باعث للحرارة. تمام؟ نرجع للمزمة مالتنا. تعال هاي اللي حكينا عليها، وهاي القيم اللي قلنا عليها ماص لو باعث، الماص يزود الحرارة والزائد هو موجب، زين موجب، والباعث يفقد ينقص، والناقص هو أكيد هو سالب. سؤال 1-4 من مسائل الفصل يقول ماذا نعني بدالة الحالة؟ وقبل شوي شرحت لك إياها. دالة الحالة اللي هي شنو؟ اللي هي خاصية أو كمية التي تعتمد عليها من؟ على الحالة الابتدائية للنظام قبل التغيير، والحالة النهائية للنظام بعد التغيير. أعيد طبعا هذا هنا سؤال 1-4 يقول ماذا نعني بدالة الحالة؟ أعطي مثال على كميتين تعدان دالة حالة، ومثال آخر على دالة مسار دالة غير حالة. خوش، أجي للتعريف مالتي، أجي للتعريف مالتي. يقول وهي، هاي من دالة حالة، وهي خاصية أو كمية، وهي خاصية أو كمية التي تعتمد على الحالة الابتدائية المن للنظام، التي تعتمد على الحالة الابتدائية المن للنظام، وهي طبعا قبل التغيير، والحالة النهائية للنظام بعد التغيير، والحالة النهائية للنظام بعد التغيير، بغض النظر عن الطريق أو المسار، بغض النظر عن الطريق أو المسار الذي يتم من خلاله التغيير، بغض النظر عن الطريق، هذا الطريق اللي سويته أنا سب الرسم، بغض النظر عن المسار أو الطريق شنو؟ أو المسار الذي يتم من خلاله التغيير، الذي يتم من خلاله التغيير، مثل من؟ من خلالها الانثالبي والانتروبي وطاقة كبس الحرة. الانثالبي شنو انتروبي وطاقة كبس الحرة؟ هذن راح تاخذن اكيد بالمواضيع القادمة ان شاء الله. اعيدها، وهي خاصية او كمية التي تعتمد على الحالة الابتدائية المن للنظام، لكن شنو؟ قبل التغيير، والحالة النهائية للنظام بعد التغيير، بغض النظر عن شنو؟ عن الطريق او المسار الذي يتم من خلاله. مثال الانتروبي الانثالبي وطاقة كبس الحرة. الانتروبي والانثالبي وطاقة كبس الحرة لا يمكن قياس القيمة المطلقة لدالة الحالة، وإنما يتم قياس مقدار التغير كما في دلتا اتش. يعني عندي مقدار، لازم عندي دلتا حتى أقدر أقيسه.